ورغم غياب سفيان باش يقعد ما قبل رفع الستار. زليتني زليتني. مو دا قاق قاق يحب يردنا حيوان اهتر تعدى لعمر وعمر ولا فاق. الراجل ساكت ما تكلمش وهو يدافع عليه ما جعرش ومحشمش. تتاكي فيا انا ما يسالش. مشبر فيا سنيك تقول حيوان كالش. نتسماو فرد ميزان وعبار ومهما صار في المهنة تتسمى جار. أما تتلكش على الكز نولي ندخل نتاكيك مش باش نحز. يغمزك من غادي بليل تتسيب عليه بالنبز كيما يتسيب المام الشلال. مرة تقوله أنتي من لوزة وهوكش. مرة تعايره بالشركة أنتي ذبانة ودواكل في توكس. الكز راهو تاريخ غناء وتمثيل وتلفزة صيت وصل حتى للمريخ. عامل بعثرات كومباي وانتي في صفحات الكز ما تسوى شي. حنش يبدأ يتسك بعويناته غدوة يرميك وتعرف تكمبيناته. الكز ما تجاوبوش هاني باش نسكتو نرجعو للرياقة والكوش. إيجا نعمل اجتماع تحت زيتوناتك نشوفوا كيفاش نتصرفوا وما تخالط كان الناس اللي حباتك. الاختر مش في الثراد الاختر في اللي تبع فيه يتلوى كيما الجباد. نصلعونه من حوت اللوزة شخصية وهو في كلاكل الثراد مكبش الصباح وعشية. في الراديو كان تابع يجي اي في الراديو قلنا ميسالش يجي. أما زاد كمل تسكبينه حتى في تلفزة تي في يعاير فيك بعمرك. اللي يقوله الثراد يقوله أنا تحت أمرك. ربي كبرنا في طاعته يلزمنا نوقفوه عند حده كان يلزم ننقروه على قبيعته. أنا خوفي مش غادي نخاف لا يدوروا لسينوفل يمهمشوه يخلوه يدادي. عصابة وأسرارهم عندي خايف لسينوفل نهار نلقاه يحكي بصوت البلدي. الثراد خبيث ووليد شقلاب خوفي لنهار نلقى نوفل يقرا في الريكاب. زوز لا يخلو شكون فينا مرتاح خايف لا يمهمشو نوفل ترسيلو غاير على برنامج سماح مفتاح. صحيح انتي ناس ملاح اما ابعد على الثراد تو ترى قديش ترتاح. شكرا لك سعدي على هذا النداء. نعتبره نداء اكثر نداء من شعر. استغاثة. نعم يلا رفع الستار وليد الزين. اوكي لم يشرب الماء اكيد. حوثي بينا يا دنيا اليمن يحنينا الساكتة لاكتة يحجزوها لخلوا فلوكة لسفينة لليمن يدخلوها. تتعدى هكاكة لا تخلص لا تتعدى على الماكينة. البحر مش مسيب بياش اليمن للثمن يدفعوها. الباخرة صارت رهينة بالطيارات استعمروها. اقعدوا حذانا بلادنا زينة استراحة طويلة باش يضيفوها. ما تتعدوا كان ما تاكلوا ماكلة بنينة بالصغاريت والاحتفال يستنوها. اخلاقنا ما تسمح لنا وما تخلينا ونحلفوا عليها يكرموها. ما تخافوش راكم في عينينا اتبات عندهم ويشدوها ويزيد يزوروها اهل المدينة يعملوا فيها تصاور ويهبطوها. باخرتكم ياسر رزينة كيكيانكم نخطفوها. اللي عملتوه في صغارنا رانا تشوينا نشوكم في الباخرة ومسيرتها نعطلوها. كما في اهلنا قاعدة ترزينا بواخركم نحطموها. حوثي ومع البالي العرب ساكتة تبكي في تركينا بلعوا السكينة بدمها والله ما نجموها. ما نخلوا تتعدالكم حتى سفينة المدادات عليكم نقطعوها. كيما قطعتوا العيش على أهالينا بواخركم نغرقوها. نحرقوكم كيما حرقتم مالينا حراير فلسطين هجلدوها. وصغار تموت عليهم بكينا وديار على أهلها يفجروها. والعرب تتفرج من الفترينة معرض الموت مات القلب بتصاور الدمارز نسوها. ياخي لها الدرجة فيسا عنسينا
غزة كيفاش محقوها وما رحموها، يظهر لي كي عيشتنا بعد ما نحزنوا في دفينا، ثلاثة أيام ونرجع نحفلوها، مات الضمير الحي اللي فينا والمسيرات اللي في شوارعنا طفوها، الغرب ولا يهدي فينا شوارعهم هيجوها، يظهر لي بالدم بلعنا السكينة والعروبة نشمعوها. شكرا وليد على هذه القصيدة الجدية بين تاع واحد ناقص نوم. وحنا الآن رغم كل شيء موعدنا مع الأمير سفيان الدهش. هات بابا هات روحوا حاضر في الأستوديو. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نوح يا سيدي نوح. لا 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 ربي كمل بالهنا. هشومي هقلي هناري هحليلي شو هذا يا سعاد؟ لا لا مصحيح مسكول. لا تقول اللي تحلم مسكول البرنامج. نتفرج شفت الخنار باهت ماني فاهم شي. أخي هذا احتكار ولا دب بتاع البي؟ مخزن سلعة في وسط الدار في المعمل ما خلى شي، مكفنها ستايك دخان، لا يهم شكون يبقى حي ولا يهم شكون السلطان، متفرهد يمشي ويجي ولا يهم شكون يبات جيعان، يجرع في اللحم الني ومن لحمة يموت على المسلان، هذا السيد هو أخوي لا يهمه عدل وميزان، يتشد غدوة يصبح حي. كوامن كوامن تكركر وتجيب وسوخينا متملح، تقول رابح في اليا نصيب بان سلاح مسلح، السلاح عنده شيء غريب الراجل ماشي يفلح، هذا هو صعب الذيب كي يتشد يروح، يجيب شهادة من عند طبيب وزيد يبكي وينوح، وبالقانون يدير كليب والمحامي يفوح، الدخان يولي زبيب عنده سنين ملوح، وكالشعرة يخرج لبيب ولدار أمه يروح، ومسكين الما عنده حبيب يعدي العمر يجوح. برافو دوش. برافو سفين. برافو سفين. سبحان الله. برافو سفين. حتى هو غايب قصيدته أقوى. صحيح. أقوى من. موجود. سيد المخرج اللي. سيد المخرج هذا مبدع. مبدع يبدع. والله صحيح. أبدعه مرة في الشهر ما مبدع. الله خلي. ملأ خليهن هكا. يبقى تصويرة دي. راح لي التصوير يلا. فاصل موسيقى نرجعوا لكم هذه ديما لاباس. صباح الخير تونس. ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح ديوانا فام صوتكم.